شكرا عمر، وبرحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. تشكل مسيرة مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جملات جانب أساسي من تاريخ لبنان. عن هذه المسيرة بجوانبها السياسية والاجتماعية والفكرية قام المخرج هادي زكاك بكتابة وإخراج فيلم وثائقي جديد يتناول أبرز المحطات الأساسية بحياة كمال جملات. والحديث أكثر عن هالوثائقي برحب بضيفنا، بصرنا استضيفك معنا هادي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. بدايه، ليه اخترت شخصيه كمال جملات في هذا الفيلم الوثائقي؟ انا ما بعرف اذا انا اخترته او هو اختارني بس هو من قبل، يعني من اكثر من 10 سنوات كنت قريت كتاب ايغور تيموفييف كمال جملات الرجل والاسطوره. وقتها المنتجه جيزال خوري حكيتنا عن المشروع اللي بتنتجه رابطه اصدقاء كمال جملات، شفته فرصه لارجع فوت بهالشخصيه اللي كنت لقيتها كثير سينمائيه، كثير متشعبه وكثير خرج فيلم، ومن هون بلش المشوار. بس يعني الفيلم حلو كثير، انا شفته. مجهود كم سنه هذه، وقد ايه فتت بشخصيه كمال جملات؟ هي في تقمص يعني 3 سنين بلشت بال 2012، واكيد اول مرحله كان هي الغرق مع مساعد محمد همدر بقراءه كل شيء قد ما فينا، يعني كل شيء كتبه او انكتب عنه، بس تحديدا كمان كل شيء هو كتبه من مؤلفات، من مقالات، ان كان سياسيه، ان كان فلسفيه، اقتصاديه الى اخره. هادي، خلينا نشوف مقطع هيك من بدايه الفيلم، نرجع نحكي. بالنسبة لي كل مرحلة من حياتي بتمحي المرحلة الأولى، احنا موت وحياة دائمين في النهاية. كمال جملات رئيس حزب التقدم الاشتراكي. Vous savez, moi je me défends d'être musulman ou chrétien. Et ce que j'ai tenté toujours de faire, c'est هذه لقيت صعوبة بجمع المعلومات، كل هالمعلومات عن كمال جملات، خاصة أنه مسيرته متعددة الجوانب، يعني من الناحية الاجتماعية السياسية والفكرية كمان. كان في بحث طويل، مرحلة بحث كتير طويلة، إن كان بأرشيف الدار التقدمية، بمكتبة الوطنية ببعقلين، بأرشيف تلفزيون لبنان، بأرشيف خارج لبنان، بأرشيف النهار، بأرشيف خاص بقى. كان في هيدي الناحية لترجع تلاقي كل يعني كنا عم نحكي قبل تحت الهواء عن قديه كمان صعوبة أنه في كتير أشياء فكرية جافة، كيف بدك ترجع تلاقي لها المرادف لها على صعيد الصورة والصوت، وخاصة أنه الفيلم التحدي فيه كان أنه هو كمال جملات هو يحكي قصته، هو يحكي كل قصة حياته، هو يكون الشاهد، ومن هون العنوان. وهيدي كمان كانت عملية كتابيا كتير صعبة ليرجع نوعا ما يرجع إلى الحياة ويحكينا. هادي، خلينا نتسمع على آراء ميريال أبو روس، زملائك الدائمين وإميل عواد، ونرجع. قديش هادي صادق بريشيرش تبعيته وبأفلامه؟ أنا بجرب سوء أكون صادقة هالقد بالصورة اللي أنا بكون عم بعطيها للفيلم. الأكثر شيء استمتعنا فيه والأشياء اللي ما كنا متوقعينها تصير، مثل كل السيكونس مع الأستاذ وليد جملات، يعني هذا الشيء إجا غفلة علينا ولحقناه، وكان مضمونه وشكله هيك متناسقين مع بعضهم لأنه إجا عفوي. دايماً مننبش إنه نجدد حالنا ونكتشف أشياء جديدة ونجرب أشياء جديدة، بس ضمن مصداقيتنا تجاه الموضوع، ولا مره بنفرض صوره على الموضوع. عم جرب اخدم اللغه السينمائيه بهذا الفيلم لنوصل امباكت معين للمشاهد. كل ما كنت ارجع احضر وشوف المونتاج عن جديد واحضر وشوف وفكر، اعرف اكثر لوين بدي اروح بالميلودي اللي بدي اعملها، بالالات اللي بدي استعملها، وكيف بدي استعملها، وباي توقيت وين بالفيلم. شخصيته كانت هي المحور الاساسي اللي انطلقت منه لحتى افكر بكل شيء موسيقيا وتصميم الصوت. إذن سمعنا آراء إميل عواد، موسيقي ومصمم موسيقى، وميريال أبو روس دي أو بي. هادي، في شيء جديد تم الإعلان عنه؟ يعني في شيء
ما كنا بنعرفه عن شخصية كمال جوملات. هو الجديد بمعنى كيف مقاربة الفيلم أولا، وثانيا أنه كمال جوملات مش عم بيجي يحكينا عن الماضي والفيلم منه عن الماضي، يعني معظم الجمل اللي عم بيحكينا فيهم كأنه عم بخطبنا اليوم، كأنه عم بيحكي عن الحاضر. صحيح. اليوم وفي كتير جمل كمان أول مرة بتنسمع بصوته مباشرة وعم بيحكينا فيه عن الحاضر اللي هو حاضرنا اللبناني والعربي. بسرعة كتير كمان دلوقتي في الصعوبة الإخراجية، يعني الجرافيكس كان في شيء كتير حلو، يعني كمان تتوصل الفكر من خلال هي من ضمن مشروع متكامل لإعادة كأنه هو حي بيناتنا. كمان كان في شغل مع رياض شبلي على 2D 3D بالصور اللي في حركة، اللي في مرات كتير حتى كمان جومبلات بنفسه بيتحرك، إيده بتتحرك، شعراته بيتحركوا، وفي فصل بين الخلفية والشخصيات اللي كمان بخلوا الصورة الأرشيفية ترجع تعيش. وتم تصوير بعض هيك المشاهد، يعني الجوانب الروحية من كمال جومبلات بالهند. ايه كان في رحلة على الهند، تحديدا على جنوب الهند على كيرالا، مطرح اللي كان كمال جومبلات يروح سنويا من سنة 51، وكانت رحلة هي كمان لنحن نفهم أكثر هالجانب الروحاني بمسيرته. جزء واحد يعني كنت عم قلك تحت الهواء انه كنت يعني هيك كان في شوية ظلم نوعا ما انه قدرت شيء كتير صعب انه كمال جومبلات فيه كل هالنواحي المتعددة. أي. والمتشعبة بذات الوقت، من هيك كان التركيز انه كيف نضلنا بفكره، لانه اذا بدك تفوت بالسياسة بتغرق ببحر، بالشق الروحاني نفس الشيء، نقدر نضلنا انه هو عم بخبرنا عن نفسه، عم بعرفنا عن نفسه. كانوا صعبين أكيد. الفيلم باقي كمان كل موجودين بلبنان، بيستمر عرضه بصالة السينما ببيروت بهاليومين، في بعض موجود بثلاث صالات وبيبقى بعض بصالة أخرى. شكرا لك، شكرا لمشاركتك معنا هادي زكاك المخرج، أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة.